رددي أياتها الدنيا نسيني، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي، رددي أياتها الدنيا نسيني، رددي أياتها الدنيا نسيني، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي، انت عهد عارق في كل ذمه، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، اخرجي خفيقه في كل قمه، أمتي تمنحي البأس يا مصدر بأسي، وابتريني لك يا أكرم أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي، قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، قائد محور عتق عميد ركن عزيز العتيقي، قائد شرطة شبوة عميد ركن عوض الدحبول، مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لشؤون التوجيه عميد صادق المخلافي، قائد الشرطة العسكرية عميد ناجي منيف، قائد اللواء 19 مشاه عميد علي صالح الكليبي، قائد اللواء 153 مشاه عميد محمد صالح العقيلي، قائد اللواء 163 مشاه عميد صالح أحمد لقسم الحارثي، قائد اللواء 21 ميكا عميد جحد الحنش، مساعد دائرة التوجيه المعنوي بالجمهورية عقيد أحمد لشول، وكيل محافظة شبوة عبد القوي لمروق، القيادات العسكرية والأمنية، قيادات السلطة المحلية والمدنية الحاضرون جميعا كلا بصفته واسمه، حياكم الله تحية الرجال الرافعي رؤوسهم، تحية الأبطال القاهرية عدوهم، تحية ملؤها العزة والأنفة، تحية ديدنها جهاد حتى الغلبة أو الشهادة. سبتمبر يا شعلة النصر الذي قد حاكه العظماء للعظماء، ما زلت قبلة من مضوا وتطلعوا ليعيش شعب عيشة الكرماء، وعلى خطاك مضى يشق طريقه أكتوبر ليطيح بالدخلاء، فتبسمت عدن وعاد بهاؤها نصرا روته قصائد الشعراء، فتلاقحت فكر النفوس وأينعت وتتوجت بالوحدة الشماء، ها هي اليمن يتجدد عرسها السبتمبري والأكتوبري من كل عام متمسكة بعقيدتها ووحدتها واستقلالها وسيادتها، رافضة للظلم والاستعباد والاستعمار بكل أشكاله وألوانه، ونأبى الحياة إذا دنست بعصف الطغاة وإرهابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها. أيها الحفل الكريم، في بداية حفلنا بهذه الذكرى الخالدة المجيدة نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولنائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وقيادات الدولة العسكرية والمدنية، كما هي لأولئك الأبطال كل الأبطال المرابطين في جبهات العزة والشرف والبطولة، من يذودون عن حياض الوطن ضد ميليشيات الحوثي والاستعمار من أحفاد الإمامة دفاعاً عن تضحية الأجداد في ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. أيها الحفل الكريم، كلمة قيادة اللواء 163 مشاة، ومع قائد اللواء العميد صالح أحمد لقسم الحارثي. الحمد لله القائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول القائد الأمين. الأخوة الضيوف الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني في هذا اليوم المبارك أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وأبنائي منتسب اللواء 163 مشاة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من حضر وشاركنا هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا، ونقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بين زملائكم وأبنائكم منتسب اللواء، كما أنني ومن خلالكم أنقل تهاني القلبية الصادقة إلى القيادة السياسية والعسكرية العليا، ممثلة بفخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقه الله لما فيه الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن وسلامة أراضيه. الأخوة الضيوف الحاضرون جميعا، إنما تشاهدونه اليوم في اللواء 163 مشاة في هذا الحفل الاستعراضي البهيج ما هو إلا تعبير عن مشاعر البهجة والفرح التي نعيشها ويعيشها شعبنا اليمين العظيم، احتفاء بذكرى ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين، التي صنع أحداثها كوكبة من أحرار وطن اليمن الحبيب للتخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي السلالي الرجعي المتخلف في شمال الوطن، ودحر الاحتلال البريطاني الذي كان يجثم على الجزء الجنوبي من وطن الحبيب. وإننا اليوم ومن هذا المكان نعلنها مدوية بأننا لن نسمح للمشاريع السلالية الكهنوتية المالكة ولا للمشاريع الاستعمارية الاستغلالية الطامعة أن تعبث بوطننا الغالي، وسنعمل على صون كل المكتسبات التي حقها أبطال سبتمبر وأكتوبر الأوائل مهما كلفتنا التضحيات، وإنا على دربهم سائرون. الأخوة الضيوف الحاضرون جميعا، لقد جاءت ذكرى هذه المناسبات العظيمة متزامنة مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة والأعمال البطولية التي قامت بها الوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة والوحدات المساندة لها من الجيش الوطني، وبالتعاون مع كل أبناء المحافظة الشرفاء في التصدي لميليشيات الانتكالي والنخبة التابعة للمشروع الانقلابي، وتحرير المحافظة من كل التشكيلات الميليشاوية التي تم تشكيلها خارج إطار سلطة الدولة. وقد كان لهذا اللواء 163 مشاة دورا بارزا بطوليا في كل المواقع جنبا إلى جنب مع رفقاء السلاح من وحدات الجيش، مثلما كان له دورا بارزا أيضا في تحرير مديريات بيحان وطرد ميليشيات الانقلاب الحوثية منها إلى غير رجعة. وقدم اللواء كوكبة من الشهداء والكثير من الجرحى، ولا يزال اللواء مرابطا في جبهة ناطق المحافظة البيضاء. الأخوة الضيوف الحاضرون جميعا، إننا ومن هذا المكان نؤكد لكم ولقيادتنا السياسية ولشعبنا اليمين العظيم بأننا سنظل جنوداً أوفياء وحراساً أمناء لوطننا وقيادتنا السياسية والعسكرية، ولن نعلو جهداً في تقديم التضحيات تلو التضحيات في سبيل أمن واستقرار ووحدة الوطن، ولا ننسى أن نترحم على شهدائنا الأبرار وندعو للجرحى بالشفاء العاجل، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين، ولا نامت أعين الجبناء المجد والخلود للوطن. والسلام عليكم ورحمة الله. أو بين شمسان الأشم وصنوه ردفان أو ذوران في الأطراد
حييت يا وطني الحبيب ولم تزل وطن الكرام الصيد من شداد لك في النفوس مكانة قدسية رفعتك فوق النفس والأولاد. كلمة قائد محور بيحان اللواء الركن المفرح بحيبح فليتفضل. والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الإخوة قائد المنطقة الثالثة الأخ وكيل محافظة شبوة الإخوة قادة الوحدات جميعا كلا باسمه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا اليوم أن نرفع تحياتنا لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، وكذلك شكر وعرفان وتقدير لقيادة التحالف العربي لقيادة المملكة العربية السعودية على ما يقدم على ما قدموا ويقدموا من أجل مواجهة الإنقلابيين أينما كانوا. نحن اليوم نرى هذه الكوكبة تتخرج من هذا المعسكر الذي شارك فيه كثير من الجبهات ومن الأحداث وكان له دورا بارزا. مقاومة وجيش جنبا إلى جنب مع زملائهم من وحدات محور بيحان. الحقيقة نحن نعاهد الله وأنفسنا إننا سنظل أوفياء لدماء شهدائنا وجرحانا، ونؤكد لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي إننا سنظل ندافع من أجل تحقيق الدولة الاتحادية. هذه نرى فيها الحل لأبناء الشعب اليمني قاطبة. احنا اليوم هنا انا ادعو كل الاخوة الخارجين عن حاضنة الوطن، عن حاضنة سبتمبر، عن حاضنة اكتوبر، العودة الى حاضنتهم، العودة الى ثورتهم. لا مكان للإنقلابيين، لا مكان للسلاليين، لا مكان لأصحاب من يدعون الحق الإلهي ومن يحكمون بولاية الفقيه. هذا لا يمكن أن يستقر ولا يمكن أن يحدث في اليمن، ولا مكان أيضا للمشاريع الصغيرة. أرجو من الجميع أن يغلبوا مصلحة الوطن. مصلحة الوطن هي فوق كل شيء، ويتجاوزوا المصالح الضيقة أو الصغيرة أو خدمة أجندة لا تأتي علينا إلا بالويل وبالشر. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين، النصر لليمن. شكرا لكم جميعا. مفرح بحيبه للشعر الأثر البالغ في إسقاط الطغيان والاستعمار والتعبير عن إرادة الشعب الحرة الصلبة في تحقيق الكرامة والحرية والاستقلال، ومع شاعر حفلنا النقيب عثمان الربيزي. بسم الله مرحبا ما بارقه لحلح باسمي وباسم القيادة، مرحبا الزوار في فرحة العيد لازم كلنا نفرح، فرحة مجيدة رسموها لنا الأحرار مثل الزبيري ومدرم هو بالراجح، لاقيت بحصي الأسامة مكثر الثوار دكوا الإمامة ودكوها على المسرح
وكسروا القفل دي من قبل الثوار 26 سبتمبر بها نمرح واكتوبر المجد ثاروا ضد الاستعمار واصبح يمن حر ما عاد بش امام يذبح ولا سلاسل ولا في الرجل شي مسمار في عام 90 وحده من قرح يقرح واصبح علمها يرفرف فوق كل قطار في عام 90 وحده من قرح يقرح واصبح علمها يرفرف فوق كل قطار تالي عصدها علي ما عاد بالي شرح السر مكنون كل يحفظ الاسرار تالي عصدها علي ما عاد بالي شرح السر مكنون كل يحفظ الاسرار وفي 11 خرج شعب اليمن يكدح لا ساحة المجد لبوا كلهم ثوار وجاك حوثي يبا من فوقنا يسرح يقول نبنا بنبي وانتم اهل الكفار وجاك حوثي يبا من فوقنا يسرح يقول نبنا النبي وانتم اهل الكفار لكن جيش اليمن للعدو ما يسمح لازم ندوسه ونحرقهم حريق النار 63 كم ناضل وكم كافح قدم شهداء وجرحى خيرة الأخيار عنده خطط ناجحة وقايده ناجح درب جنوده وخرجهم رجال النمار في المعركة ما أخسر شيء دائما يربح قال في المعركة ما أخسر شيء دائما يربح قانيه تشهد وناضع دي غريبة عفار عدة محاور بشوه صعبة الزحزح ريمنعكم القيادة واصلوا المشوار وبالبز البشاير هو يا مذبح قريب تسمعون النصر في الأخبار والختم صلوا عداد ما أذن وما سبح عليك صلي وسلم يا نبي المختار فلتصبروا يا جيشنا إني أرى في صبركم أن الكريم تعالى سيمدكم بالنصر رغم أنوف من في حربكم قد بددوا الأموال ما أنفقوا في حربكم ستزيدكم حرية وكرامة وجلالا ولترفعوا فوق النجوم رؤوسكم وامشوا على هام الجبال جبالا من عاش حرا مات دون مذلة قدر الرجال أن تموت رجالا كلمة قائد محور عتق عميد ركن عزيز العتيقي فليتفضل الأخوة الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته يشرفني أن ألقي هذه الكلمة بمناسبة عيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة هذه الثورة التي حررت وطننا الغالي من براثن الاستعمار البريطاني البغيض الذي جثم على بلادنا 130 عاما كان خلالها يمارس أبشع الجرائم في حق أبناء هذا الشعب العظيم الذي ثار على الظلم والاستعباد بالرغم من شحة الإمكانيات وضعف ما يمتلكون من أسلحة وعتاد مقارنة مع ما لدى بريطانيا العظمى من قدرات وإمكانيات هائلة إلا أن هؤلاء الأبطال استطاعوا بما يملكون من إرادة وعزيمة وحبا للحرية استطاعوا أن يهزموا أقوى دول ذلك العصر وأن ينتزعوا استقلالهم بقوة وصلابة الأخوة الكرام إننا نستلهم من هذه الثورة الخالدة دروس وعبر عظيمة من أهمها أن إرادة الله أولا ثم إرادة الشعوب لا تقهر الظلم مهما علا واستكبر مهما بلغت قوته لا بد أن يهزم ولا بد للحق من النصر بإذن الله تعالى قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز كما نستلهم من هذه الثورة المباركة ضرورة الثبات ومواصلة النضال مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التضحيات ما دامت الأهداف مشروعة ونبيلة وفي الأخير أسأل الله الكريم أن يتغمد شهداءنا بالرحمة والمغفرة وأن يمن على بلدنا الحبيب بالأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في شتى المجالات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليكن شعاركم خرجنا كلنا كفا بكف ليصنع عزمنا اليمن الجديدة أما الآن يتقدم قائد العرض العسكري مقدم محمد الجندي
يستأذن ببدء العرض. 163 جاهزة للاستعراض، يستأذن ببدء العرض. مقدم البلوغ قائد العرض أخي. رمز الفداء يا شعاع الأمل المبتسم، ما عرفت البخل بالروح إذا طلبتها قصص المجد الضمي، بورك الجرح الذي تحمله شرفا تحت ظلال العلم. الحفل الكريم، الحاضرون جميعا، ننتقل وإياكم إلى كلمة وكيل محافظة شبوة الأستاذ عبد القوي المروق. الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، صباحا أكتوبريا مجيد، شرف لنا أن نكون بين هذه الكوكبة من أبنائنا وبين هذه القيادة من إخواننا، لننقل في هذا اليوم المجيد التهاني والتبريكات لفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور،
ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. إننا في هذا اليوم التاريخي المجيد الذي يعود بذكراه ليعطي لنا رسائل عن أبناء هذا الشعب الأبي الصامد الذي أبى في حقبة زمنية ماضية إلا أن يذود عن هذا الوطن ليعيد له مجده وتاريخه وشموخه. اليمن بطبيعته صخرة صماء قوية تتحطم عليها وتتهاوى كل الغزاة، أبناؤها يرددون بصوت واحد وبشعار واحد: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. وليس ذلك بغريب على أبناء اليمن أن يسطروا ملاحم من البطولة والشموخ ويعيدوا لوطنهم الحرية والكرامة والعزة. كيف يكون ذاك والله جل وعلا قد وصفهم في كتابه بقوله: رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هذه الآية نزلت كما صحت بذلك الآثار في أهل اليمن، عندما نزلت هذه الآية أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى وأصحابه قال: نزلت في هؤلاء. إذن فنحن نستمد هذا الكبرياء والشموخ والعزة والكرامة من أجداد لنا مضوا ومن تاريخ لنا عميق. أيها الحفل الكريم، إن الثورة، ثورة 14 من أكتوبر وقبلها ثورة 26 من سبتمبر، ثورة نستلهم من خلالها ونستفيد من دروسهما إن العزة والشموخ وعدم قبول الضيم والهزيمة هي شعار كل يمني. سطروا بدمائهم ورووا بها شجرة الحرية والاستقلال، وها هم اليوم أبناءهم أيضاً يسطرون أروع الملاحم وأعظم البطولات في جميع ميادين القتال. ها هم الآن في متارس الحرية، في متارس الكرامة، في متارس الشهامة، في متارس التضحية، يقدمون ويروون بدمائهم الطاهرة الزكية مبادئ وأسس ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. وليس أن نستغرب من أبناء هذا الوطن العظيم الذي يأبى الضيم، يأبى الذل، يأبى المهانة إلا أن يكون دائما سباقا للذود عن وطنه. إن الحرية وإن الشموخ وإن الكرامة لا بد له من رجال، ونحن اليوم أيضا نعول على رجال صادقين يمزجون دمائهم، يمزجون الدماء والعرق في ميادين القتال وأيضا في ميادين البناء والتنمية. هنيئا للأرواح الطاهرة التي قدمت من أجل رفعة هذا البلد وشموخه وعزته. وما نملك إن نقول لهم: ندعو بقلوب صادقة إن الله عز وجل يرفعهم في الدرجات العلى. أملنا معقودا على مثل هؤلاء الشباب أن يعيدوا لليمن حريته، وأن يرفعوا عنه ويذودوا عن حماه،
ويقول أيضا ويردد بشعار واحد: لا للكهنوت، لا للاستعمار، لا للتمزيق، لا للتشطير، لا للذلة، لا للمهانة. وفق الله الجميع. يا فارسا عجبت منه الميادين، في الحرب كان له نصر وتمكين. كم قيل عنك وما وفاك ما قالوا، ستظل تاريخ تحكيه أبطال. إن الرجال إذا ناداهم الوطن كانوا الحماة، فلا يأس ولا وهن. كلمة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوة الحضور جميعا كلا باسمه وصفته، يطيب لي بهذا اليوم والغر أن أنقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الأول الركن علي محسن صالح، ودولة رئيس الوزراء عبد الملك معين عبد الملك، ومعالي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. الأخوة الحضور جميعا، أبنائي منتسبي اللواء 163 مشاة، الحضور جميعا، الحفلة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله. إنه لمن دواعي السرور أن نحتفل اليوم بأعياد الثورة المجيدة سبتمبر وأكتوبر. فبالأمس القريب احتفلنا بالعيد 57 لثورة 26 سبتمبر، وها نحن اليوم نحتفل بالعيد 56 لثورة 14 أكتوبر. أكتوبر الكفاح والشموخ والإباء، يوم انطلق ببركان ثائر من جبال ردفان الشماء لتكون الجزء المكمل لمسيرة النضال الوطني، انعتاق الشطر الجنوبي الغالي من الوطن من رقة الاحتلال البريطاني البغيض الذي جثم على أنفاس الشعب مع الإمامة، مثل أسوأ كابوس. إنها جدوة الثورة تتوهج شعلة من جديد في كل شبر على رقعة التراب اليمني، لتعيد من جديد روح الشموخ والإباء في صورة فريدة من صور التضحية والفداء، وتعيد إلى الواجهة ذلك التلاحم الأسطوري الذي سطره أبناء شعبنا في حركة النضال في ثورة سبتمبر وأكتوبر. لقد مثلت هذه الثورة نقطة تحول ومحور ارتكاز للنهوض الحضاري واللحاق بركب الأمم الأخرى في سياق التقدم والنماء، ولكن القوى الظلامية وأصحاب المشاريع الهلامية لم يرق لها أن ترى هذا الوطن والشعب وهو يخطو في سلم النهوض، وما زالت تسعى سعيا حثيثا من تقويض أركان الدولة والعودة بالوطن إلى الخلف عقودا من الزمن، في تخلف مقيت وتجني على مكاسب الثورة والوحدة والجمهورية. فكان أن نفذت انقلابها الغاشم في 21 من سبتمبر 2014 في تمرد صارخ وانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المجمع عليه من جميع القوى السياسية، ولكن الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي قررت التصدي لهذه المشاريع الظلامية الإمامية، والتصدي للمشاريع الاستعمارية الحديثة بجميع أشكالها ومسمياتها. الحاضرون جميعا، لا يسعني في هذا المقام الأكتوبري المجيد إلا أن أشكركم جميعا وأثمن عاليا جهودكم وتضحياتكم، ودمتم دعائم نصر وثبات لوطن الغالي ومواطني الشرفاء. الخلود للشهداء، الحرية للأسراء والمعتقلين، الشفاء للجرحى، النصر لليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذا الحفل الكريم، لا ننسى في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم العظيم، الشهداء والجرحى من أبناء الجيش الوطني الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن في كل الجبهات، وبذلوا أرواحهم في سبيل الله ثم في سبيل عدالة قضيتهم. فلهم منا كل الشكر والعرفان والتقدير والامتنان، سائلين الله أن يرحم الشهداء
وأن يشفي الجرحى، معاهدين الله أن نمضي على دربهم لا نحيد ولا نقيل ولا نستقيل حتى نحقق الهدف ونبلغ الغاية ويتحقق النصر بإذن الله. شكراً لكل الضيوف الذين شرفوا اللواء 163 بالحضور من القيادات العسكرية والقيادات المدنية وقيادات السلطة المحلية والمدنية كلاً باسمه وصفته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع النشيد الوطني. هددي أيتها الدنيا نشيدي، هدديني وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. هددي أيتها الدنيا نشيدي، هددي أيتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي، انت عهد عارق في كل ذمه، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، اخرجي خفيقه في كل قمه، أمتي تمنحيني البأس يا مصدر بأسي، قدريني لك يا أكرم أمك، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية.